بسم الله الرحمن الرحيم. هو عالم زاهد عابد صوام قوام، كان شديد التعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسر في ذلك أنه رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لازم من لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. إنه التابعي الجليل سيدنا أبو محمد ثابت ابن أسلم البناني. سيدنا ثابت البناني كان حاله عجيبا، كان شديد الخشية من الله، وكانوا يقولون كان يبكي حتى تختلف أضلاعه، وكان يتأثر بقراءته للقرآن جدا. قرأ ذات مرة قول الله: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، فظل يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. كان شديد المحافظة على الصلاة، لا يترك صلاة الجماعة، لدرجة أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء عجيب. كان يقول: اللهم إن كنت قد أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي أن أصلي في قبري. فرؤي بعد موته، رآه بعض الصالحين وهو يصلي في قبره. كان شديد التعلق بالجناب النبوي، وذلك لأنه لازم ورأى من رأى ولازم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. كان يقول لسيدنا أنس بن مالك: أعطني عينيك التي رأيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلها. ولما حضرت الوفاة سيدنا أنس بن مالك قال لسيدنا ثابت البناني: هذه شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ضعها تحت لساني. فوضعها سيدنا ثابت البناني تحت لسان سيدنا أنس بن مالك، فدفن سيدنا أنس بن مالك وهي تحت لسانه. سيدنا أنس بن مالك يقول لمن يخدمه: أعطوني ناولوني مسكا حتى أمسح به يدي، فإن ثابتا البناني لا يرضى إلا أن يقبل يدي ويقول: قد مست يدك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان يمدحه سيدنا أنس بن مالك ويقول: إن من الناس من هو مفتاح للخير، وإن ثابتا من مفاتيح الخير. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.